طيب انا كان عندي سؤال لك، يعني حقيقه هلا كنا عم نحكي عليكي انا وبسانت بالميتنج من شوي، قديش بنحب شغلك حقيقه بكل الادوار عن جد. يعني انت من المقدمات البرامج اللي صاروا ممثلات، بس لكن يعني اثبتوا جداره بالتنتين. وانا عايزه اقول حاجه توضيحا كمان لكلام صبحي، انه انا كنت بقول له كمان نجلاء انه انت فعلا ما فيش دور قدمتيه لغايه النهارده كان في ملاحظات عليه، يعني فعلا كل دور بتنتقي ادوارك بشكل حلو قوي، وفعلا بتقدري تأدي الشخصيه اللي انت عايزاها وبتوصليها للمشاهد بصوره صح. بس انت بجد وصبحي ميرسي على كلامكم ده، انا مبسوطه اصلا انا من ضمن اهتماماتكم بيا ان انتوا تتصلوا بيا بجد على الهواء. بالعكس شرفتينا وجودك معانا حبيبتي. طيب بس هذا بيقودنا عن جد لسؤال، يعني البطولة المطلقة هي هاجس عندك؟ لأنه هي هاجس عند كثير نجمات وخاصة بالموسم الرمضاني، أنت شو كيف تنظري لها؟ الفترة الجاية البطولة المطلقة هتبقى مضرة لأي حد، لأن أنت شايف السنة دي أصبحت كل البطولات ثنائية وثلاثية وجماعية. فاعتقد ان دلوقتي ان احنا نرجع تاني للبطوله الفرد واحد صعبه، بس انا شايفه ان البطولات الجماعيه هي دورها قرب، وده حتى حاصل في اغلب المحطات اللي هي الفضائيه زي القنوات اللي هي الديجيتال وكده، ما بقاش في بطل واحد. يعني انا بشوف دلوقتي مسلسلات نيكول كيدمان عاملاها مع ثلاثه واربعه، انت فاهمني؟ فما اظنش ان احنا هنرجع لورا تاني. التطور اللي حاصل بطولات جماعيه، بتمنى ان ابقى في بطوله جماعيه، وده هدفي اكيد وهدف اي فنان بيدخل فن، بس ما اتمناش ابقى في الوقت الحالي في بطوله فرديه، هيبقى في خساره. صح انا اتفق معاكي جدا. طب نجلاء عايز اسالك سؤال، ايه جديدك دراميا بعد رمضان؟ انا شغاله فيلمين مع احمد السبكي، استاذ احمد السبكي، معايا فيلم لمحمد امين المخرج، الفيلم ده كتابه احمد عبد الله، فيلم حلو قوي 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 اسمه محكمه. مجموعه كبيره جدا فنانين. هو بيحكي عن رول محكمة، تدخلي تشوفي كذا قضية، معاصر جدا. معايا في جميلة عوض، معايا في صابرين، معايا في رادة عادل، معايا في ناس كتير. انا مش عارفة ما كلناش بنصور كلنا مع بعض، لسه هنصور قاعة المحكمة قريب. طب امتى هنشوفه يا نجلة؟ لانه ناس كتير احنا بقالنا بنسمع عن الفيلم ولسه مش عارفين. وعن سيدي جابر، وعن سيدي جابر بالظبط، ومش عارفين امتى هيتعرضوا. سيدي جابر انا مش فيه يا جماعه، سيدي جابر انا مش فيه خالص، ما اتعرضش عليا اصلا. لا سوري، اتعرض عليا بس ده من اربع خمس سنين. وانا اعتقد ان سيدي جابر مش طالع. انا سيدي جابر كان عمرو سعد على فكره. بس انا اعتقد ان الشركه ما كلمتنيش تاني، وما اعرفش عن حاجه. الكلام ده بقى له اربع او خمس سنين بعد ما مضيت الفيلم، لكن لغايه دلوقتي مش موجود. طب والمحكمه امتى هيتعرض؟ اعتقد المحكمه عيد كبير. وخلي بالك في فيلم كمان تاني بعمله مع سامح عبد العزيز، برضه انتاج احمد السبكي، كتابه برضه احمد عبد الله، اسمه ليله العيد، معايا الفنانه يسرى ومعايا ريهام عبد الغفور. يا سلام. هو خمس ست، انا سعيد رجب ومعايا مديحه اسمها ايه دي، نسيت الاسامي والله، ناس كتير برضه، بس برضه قصته حلوه قوي. مجموعه ستات بعد الفطار بقى اعمل ايه، ما تضحكش عليا. عادي الدنيا سيئه، كلنا متفاهمين صدقيني عادي. طيب يعني انا بصراحه الفتره الجايه انا داخله سينما اكتر، يعني هسيب بعد كده الدراما، يا يعني اما حاجات مثلا سبعيات، بقيت احب السبعيات والعشر حلقات، او لشهر رمضان ممكن تعملي 30 حلقه او 15 حلقه زي ما حصل في المسلسل بين السماء والارض. بره رمضان هشتغل سينما اكتر. حلو. طيب انا بدي اسالك عن شغله، يعني احنا بنعرف انك صديقه وفيه لاصحابك، شفناك دافعتي عن سوسن بدر ويسرى اللوزي لما تعرضوا للتنمر على السوشيال ميديا، هذا الشيء كان بدافع الصداقه اللي بتجمعكم، ولا كان دفاعك عنهم يعني لانه دفاع عن الفكره نفسها، وهالشيء خسرك او كسبك؟ بص هقول لك بامانه، لا انا يسرى اللوزي على فكره ما كنتش اعرفها غير عرفتها في المسلسل اللي احنا كنا فيه بين السماء والارض، قبليها انا فعلا دفعت عنها. وسوسن بدر نفس الحكايه، لان انا شايفه ان في بقى زياده من مش عارفه الجراه او التبجح بالمعنى اللغه العربيه يعني على الفنانين بزياده على اللزوم. صح. وشايفه ان لا، وانا شايفاها كمان انها مدفوعه الاجر او مستهدفين او انا شايفها مش طبيعيه، يعني ما كانتش موجوده قبل كده. او هذا الرموز والشخصيات اللي ممكن يقتدي بيها بعض الناس او يحبوها الناس، حتى لو كان على مستوى سياسي او ديني، كل الناس بقت للاسف بتتجرح وتشتم على السوشيال ميديا. صح. فانا خدت قرار ان لا، لو حد من الزملاء اتعرض لاي حاجه لا، هقف معاه وهقف في حملته، لان مش معقوله كلنا هنفضل ساكتين. بالعكس اتحادنا هيوقف الناس دي. على فكره مش بس احنا كفنانين، انتوا كمان كاعلاميين اكيد بتشوفوا ده. طبعا. الشخصيات السياسيه بتتعرض للتجريح،
الشخصيات الدينيه اللي بتتعرض للتجريح. وانا شايفه ان انا ساعات بشوف ان دي منظمات خارجيه بتهد الرموز اللي ممكن الشعوب تبقى متاثره بيها او بتتبعها او بتحبها. طيب احييكي على شجاعتك جدا طبعا يا نجلاء في الموضوع ده. انا قررت لا مش هسكت، ومش لازم نسكت، ولازم كلنا ناخد موقف، ولازم كلنا نرد على الناس دي. احنا مش خايفين ولا احنا بنغلط، ودي شخصيات ممكن تكون اجهزه اصلا، ده ممكن ما تكونش شخصيات، او ممكن تكون شخصيات نكره ملهاش وجود، فلا مش المفروض ان احنا نسكت لهم. صح. طب نجلاء قبل ما اختم معاكي النهارده حابه كمان نكلمك في موضوع، وهو عن القرار اللي صدر في مصر بتعليق النشاطات والفعاليات، وده هيكون ابتداء طبعا من النهارده ولحد يوم 21 مايو للحد من انتشار فيروس كورونا. فعايز اعرف منك ازاي بتشوفي تاثير القرار وانعكاساته على الوسط الفني بالتحديد، خاصه طبعا من بعد ما شفنا انه في اشخاص ونجوم كتار مؤخرا اتصابوا، كان منهم طبعا الفنان القدير سمير غانم والفنانه دلال عبد العزيز. ربنا يشفيهم يا رب. بصي، هو قرار يعني قرار صعب جدا يعني، وخصوصا طبعا كل ما بنقرب ناحيه المناسبات بتبقى الخطوره اكتر، لان انت عارفه الشعوب العربيه بتحب الخروج والنزول والاعياد والخروج، واحنا لغايه دلوقتي ما بنتعاملش مع كورونا زي ما بره بيتعاملوا مع كورونا على فكره. يعني احنا لو فكرنا بره اول ما نزل فيروس كورونا في ايطاليا مثلا، كنت بشوف الشوارع فاضيه وممنوع حد يخرج من بيته وممنوع حد يخرج، ويروح كل واحد واحد بس السوبر ماركت يدخل، ما حدش يبقى جوه السوبر ماركت، والعملات تتغير، ومش عارفه الفيزا والكارد بتاعك، حاجات كتير. احنا لغايه دلوقتي برضو متساهلين او متهاونين مع الفيروس. وطبعا بسبب برضو عشان نكون معترفين، ظروفنا الاقتصاديه لا تسمح بالتسكير التام، ما ينفعش طبعا معانا حاجه زي كده، وفي ناس كتير هتقعد في بيوتها مش هتاكل ولا تشرب ولا هتقدر الدوله تتكفل بيهم كاملا. طبيعي. احنا بنحاول نقلل الخسائر مع توعيه الشعب. الحظر لازم يكون موجود، خصوصا في المناسبات زي شم النسيم زي الاعياد، لان احنا ما بنستعيبش الكلام ده. في الحياه العاديه انت تروح شغلها اهلا وسهلا، لكن تنزل تروح كافيهات وتخرج وتتفسح وبتاع وتضر غيرها ماشي، انا لو مرضت جوه شغلي مش هزعل، لكن امرض عشان كنت خارجه واعمل في خروجه لا هزعل قوي، ولو عييت حد وانا في خروجه هزعل قوي، لكن لو في شغلي في الاخر دي اراده ربنا، ده انا في الاخر اسمها بنسترزع، او ده مجال رزقنا، او ان احنا ما نقدرش نوقف ده عشان ده شغلنا، لكن علشان خارج اتفسح لا، عشان ما نستهترش بالموضوع. مفيش كمان وعي ده يعني، برضو انت بتلاقي شباب بالليل خارجين وقاعدين في الكافيهات برضو واقفين على نواصي ولا كان في حاجه، وناس عامله افراح وناس ولا فرقه معاها. صح. وللاسف بتضر ناس دون ان تشعر، يعني مش لازم يكون مريض على فكره، في ناس كارير ما عندهاش اعراض خالص وبتعدي ناس من غير ما تحس على فكره. انا جالي كورونا من شهرين ولغايه دلوقتي مش عارفه جالي منين، يعني لغايه هذه اللحظه مش عارفه انا جالي منين. والعين التجربه مش حلوه، تجربه قاسيه طبعا، وما بالك احنا عشان كده الكبار بيتبهدلوا، الكبار فعلا. انا اتبهدلت وانا صحتي كويسه، قررت صحتي مش كويسه دلوقتي. مظبوط، معاك حق. بدنا نقول لك سلامتك يعني، الله يحمي الجميع، وكمان بدنا نتشكرك بنهايه هذا اللقاء، بدنا نقول لك نورتينا وشكرا كثير لك، وكل عام وانت بخير. بجد ميرسي جدا على كلامكم وعلى ذوقكم وعلى ثقافتكم وعلى اسئلتكم الحلوه، بجد كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. باي باي.